بعد نهاية المباراة بين المغرب والجزائر، نشر الإعلامي المغربي رشيد الإدريسي صورة للفنان حاتم عمور وزوجته، وكذلك للمشجع المغربي الشهير الظلمي من ملعب المباراة، وكتب عليها: خسرنا للأسف. يرد عليه حاتم عمور: إعلامي متميز تبارك الله. وكذلك الإدريسي يرد على حاتم بتعليق: وبشهادة جميع المغاربة الحمد لله. وأضاف: هدرت فقط باسم جميع بس باسم الجميع، سير الله يسهل عليك. تجدر الإشارة أن المنتخب المغربي خرج من منافسة كأس العرب في دور الربع بعد خسارته مع الجزائر بركلات الترجيح، وكانت المقابلة قد انتهت بهدفين لمثله.